بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سمعنا الفقيه المهندس محمد نور سويد الحلبي كلام الشيخ أبو معاذ عوض إبراهيم العوضي عن القطب الصوفي الحلبي نور الدين الزنكي وعن إنجازاته هو وصلاح الدين الأيوبي في نشر الصوفية والتصوف في بلاد الحلب، وكيف أنهم كان يقول الزنكي قدس الله سره ما كان يبني مسجد إلا يم تكية ورباط صوفي، وأنه أصله زنكي سولجقي من سولجق من بلاد روسيا من تركيا. تركيا وأنه هو الذي نشر الصوفية، فأهل مكة أدرى بشعابها. فليتفضل الفقيه المهندس الحلبي السويدي محمد نور. تفضل سيدي. يا سيدي، مدينة حلب كانت عاصمة الصوفية في التاريخ، ما في صوفي إلا ورد إلى حلب، وحلب مشهورة في الطرق الصوفية والحمد لله رب العالمين، ومشهورة في الأناشيد والحضارات وإلى ما هنالك، ولله الحمد رب العالمين، ولا يوجد فيها وهابي واحد ولله الحمد، وإذا وجد وهابي كلنا أخوان يعني إن شاء الله. أي نعم، والسلام عليكم ورحمة الله. أقول لك سيدي، هو نور الدين الزنكي أي زمن دخل؟ يقولون فتح حوالي 600. هو يعني من اللي هو فتح حلب من فتح حلب، وكان بقايا الحمدانية.